طيب تعالوا بقى نروح لجانب مضيء اخر متعلق بالنادي الاهلي. المره دي هيكون كلامنا عن الفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي اللي الحقيقه حقق فوز مهم جدا على حساب فريق نيامي ضمن منافسات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي بتقام حاليا في النيجر. قدم خلال هذا اللقاء الفريق عرض قوي جدا ونجح في انهاء اللقاء لصالحه بنتيجه 44-18. بصوا حضراتكم الفرق كبير الى اي درجه، ليتاهل بالتالي الى الدور نصف النهائي من هذه البطوله. وبالنتيجه دي بيواصل رجال النادي الاهلي عروضه القويه جدا بعد تغلبه على نظيره فريق كيركس الاثيوبي بنتيجه 48-19 في الجوله الاولى، وبعدها حقق فوز مهم جدا على دون بوسكو الايفواري بنتيجه 36-17 في الجوله الثانيه، واختتم الدور الاول من هذه البطوله بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجه 38-20 ليحقق العلامه الكامله. و يؤكد مرة تانية وتالتة ورابعة أن احنا عندنا فرقة محترمة جدا في كرة اليد في النادي الأهلي. أنا مبسوطة جدا لأن احنا عارف يا كريم لما أنت مثلا مش هقولك أن أنت بتبقى مش ناجح في مجال معين وبعدين تنجح، لا انت حصل لك دروب لان انت كنت قبل كده الرانكينج بتاعتك كويسه جدا، بس حصل دروب في فتره ما في موسم او اتنين وبعدين بترجع مره ثانيه ان انت تقف على رجلك. ده في حد ذاته قصه نجاح، انا بحترم ده جدا اللي هي الابس اند داونز الموجوده، بس انت تقدر ان انت تعوض اي خساره حتى خساره بطوله كامله ان انت تعوضها، ده شيء رائع جدا. اداء الفريق دلوقتي لما بنيجي نتكلم فعلا محترم جدا، فعلا في شغل على الارض مختلف، فاحنا اكيد سعداء بده وخبر اكيد حلو جدا. ويمكن الاسبوع اللي فات انا وانت كنا عمالين نقول يا رب وكنا عمالين نقول ان شاء الله وكنا عمالين ندعي ونامل وقد كان، فاحنا ماشيين كده في طريق كويس جدا، فنتمنى التوفيق فيما هو قادم.